يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في هذه الأثناء مباراة حاسمة في مواجهة شقيقه العماني ضمن بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25. ويبحث المنتخبان عن تحقيق الفوز في المباراة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية والفوز بلقب النسخة الحالية من البطولة. وقد نجح منتخبنا الوطني في التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن حسم صدارته للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما وصل منتخب عمان إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى. وتحدد نتيجة هذه المباراة هوية المنتخب الذي سيصعد إلى نهائي البطولة لملاقاة المنتخب العراقي الذي تأهل بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على أرض ملعب البصرة الدولي. وتشير نتيجة مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب العماني حتى هذه اللحظة إلى التعادل من دون أهداف. استلم الحيام بذكاء إلى السيد ضياء، السيد ضياء إلى الحيام، بن عدي ينتظر، بن عدي استلم، الحكم يأمر بالاستمرارية، مبدأ إتاحة الفرصة، انطلاقة رضاوي، رضاوي وينك يا مدهن؟ استلم مدهن، تركها لجاسم الشيخ، لكن تحولت مباشرة لجانبية أخرى.